السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نكمل حل يا شباب. ثانية واحدة كده. يلا بينا. بيقول لحضرتك هنا ايه؟ the diagram shows two cubes made from the same material. انت عند حضرتك اتنين كيوب مصنوعين من نفس المادة. one cube side that are twice as long as the sides of the other cube. بيقول لحضرتك هنا انت عندك الكيوب ده بيبقى دبل من الكيوب ده، يعني كل انت عند حضرتك هنا كل دايمنشن منهم دبل التاني. بمعنى انت زينا ده اكس، هنا 2 اكس، وبما ان ده كيوب اصلا فاضلعه اصلا كلها واحدة، فيبقى كله ده اكبر من ده مرتين. تعال بقى نشوف كده واحدة واحدة، هل ده هيفرق معايا في ايه يا شباب؟ هو بيقول لحضرتك الويت بتاعت السمول كيوب بدبليو. طيب what the weight of the larger cube؟ بما ان هو من سيم ماتيريال يا شباب، ومادام سيم ماتيريال هنا وان الاتنين دولت مصنوعين من نفس المادة ونفس الكيوب، يبقى ممكن نقول البريشر هنا قد البريشر هنا. طيب بالراحة. طب انت ليه حكمت قلت البريشر قد البريشر؟ لان البريشر اصلا ايكوال ام جي اللي هو الاف فورس، يعني الفورس على الاريا. يبقى البريشر بتاع السمول ام جي سمول على اريا السمول، والبريشر بتاع اللارج يعني اس البريشر بتاع السمول قد البريشر اللارج، ام جي اللارج على اريا اللارج. هو مسمي اصلا ان الويت اللي هو الام جي بتاع السمول مسميه دبليو، يبقى حط انت دبليو على اريا السمول. اريا السمول دي بجيبها ازاي؟ اكس في اكس الاريا، بما ان ده كيوب يبقى ده اكس وده كمان اكس، يبقى اكس في اكس، اكس تايمز اكس. طيب جميل، كل ده ايكوال الويت بتاع الكبير اللي انا عايزه اصلا، الويت بتاعه بكام، فبيعمل قد ايه، فانا هسميه دبليو لارج اللي انا عايزه على اريا اللارج ده. الاريا اللي هي ايه؟ لينث اوف ويدث، صح؟ اللي هو 2 اكس في 2 اكس، 2 اكس تايمز 2 اكس. بالراحه بقى، اكس في اكس باكس سكوير، يبقى دبليو على الاكس سكوير ايكوال الدبليو بتاعت اللارج اللي انا عايزها، 2 اكس في 2 اكس ب 4 اكس سكوير. طيب فالاكس سكوير تروح مع الاكس سكوير، والدبليو لارج ده كروس مالتيبليكيشن بقى تتضرب هنا، يبقى الدبليو لارج ايكوال 4 من الدبليو سمول اللي هو فين؟ نمبر بي. طيب بيقول لحضرتك انت جاردن تيبل ويت 40 نيوتن. عند حضرتك حديقه، الويت بتاع الحديقه ديت فيها ترابيزه، الترابيزه ديت الويت بتاعها الوزن بتاعها ب 40 نيوتن، محطوطه السيرفيس بتاعها يعني المساحه بتاعت الترابيزه ديت 2 متر سكوير. الدنيا بتمطر، الدنيا بتمطر، فبيقول لحضرتك ان المطر اللي نازل عامل ضغط على التيبل اللي عندك ديت ب 4 نيوتن بير متر سكوير اون ذا تيبل. يعني what the force exerted، عايز ال force exerted على التيبل. طيب يلا بينا نحل. بنجيب له ازاي يا شباب ال force ديت؟ ال force دي بنجيبها ازاي؟ تقول لي بكل بساطة كده، انت بكل بساطة انت عند حضرتك دلوقتي ال force اللي ضغطه على التيبل ديت عبارة عن ايه؟ الفورس اللي ضغط على الارض، تيبل على الارض عباره عن ايه؟ تقولي بالراحه تعالى ارسم كده عشان تبقى معايا في الصوره. جيت قلت لحضرتك دي الارض بتاعتنا، وانت حاطط عليها ترابيزه والدنيا بتمطر على الترابيزه، فالضغط بتاع المطر اللي هو عامله عامل ضغط ب 4 نيوتن على المتر سكوير. فانت دلوقتي الضغط اللي الترابيزه عاملاه على الارض عباره عن مين؟ عباره عن القوة سوري القوة اللي على الأرض ديت، قوة الترابيزة بلس القوة بتاعت الأمطار بتاعت المطر اللي نازل بتاعت القطرات ديت. فأنت
يبقى انت دلوقتي الفورس على الجراوند عبارة عن فورس اللي هي بتاعت الويت يعني اصلا ذات نفسه بلس مين بقى الويت ومعاه الاف بتاعت الرين بتاعت الامطار ذات نفسها. فتروح تجيب الاول الاف بتاعت الويت، الاف بتاعت الويت عندك ب40، تروح تجيب الفورس بتاعت الرين وبعد كده تعمل لها بلس لل40. طب اجيبها ازاي دي؟ تقول لك مش هو يعطيك البريشر وانت عارف البريشر ايكوال فورس في اريا. طيب فيبقى الفورس هنا سوري البريشر ايكوال فورس على اريا، يبقى الفورس ايكوال بريشر في اريا. وعند حضرتك ايه هنا البريشر عندك بفور والاريا عند حضرتك هو قايل لك انها بتو، يبقى فور في تو بايت 8 نيوتن. وانت اصلا جايب هو عاطيلك الويت ب40، يبقى المجموع كله كام 48. يلا اللي بعده بيقول لحضرتك فور سوليد بلوكس with flat surface are placed on some soft platen in the position shown. بيقول لحضرتك ايه بقى هنا which block thinks انه واحد اللي هيغوص اكتر. بص بقى باشا لو انت تركز كده يبقى البريشر اصلا هنا اللي هيغوص اكتر يبقى اللي عنده ضغط اعلى صح، واللي عنده ضغط اعلى هو دوت ليكويد ولا سوليد؟ سوليد. يبقى لما استخدم قوانين الضغط اللي هنا هقول بيربنديكولار فورس على الاريا. طيب اللي انا ممكن اقول ام جي على الاريا. جميل. فواحده واحده بقى يا شباب، فيبقى عند حضرتك كده اعلى ام جي واقل اريا هي اللي تدينا مين اعلى بريشر. مش البريشر يا شباب دايركت مع الفورس وانفرس مع الاريا، والفورس اللي هي الام جي يعني الويت، فاعلى ويت يديني اعلى بريشر واعلى ويت واقل اريا يديني اعلى برضو بريشر. طيب مش بما ان يا شباب ان الجي ديت كونستانت، فيبقى اللي عنده ماس اكبر وعنده اريا اقل هو اللي عنده بريشر اعلى، واللي عنده بريشر اعلى يحصل سينكس اكبر. فتيجي تبص عند حضرتك هنا بص على البيز، لا البيز هنا كبيره والبيز هنا كبيره. طيب يبقى انت تمنتج على طول في الحاله ديت تمنتج على طول مين؟ تعالى كده تمنتج اللي فيها 20 الاريا كبيره بالراحه، هيبقى لحضرتك مين بقى اللي الاريا بتاعتهم دول اقل اريا اللي هي ال 10 سنتيمتر. طب ما الاثنين 10 سنتيمتر يا مستر، هتختار الاعلى في الماس بتاعته. طب ده ماس نص كيلو جرام وده 1 كيلو جرام، يبقى احنا هنختار مين؟ نمبر بي. طيب حلو قوي المساله رقم 16 مهمه جدا. بيقول لحضرتك انت عندك باروميتر، الباروميتر زي ما حضرتك شايف كده ارتفاعه اتش وارتفاع الجزء اللي هو محدده اتش اوفر 4. بيقول لحضرتك ان الاتموسفيريك هنا بريشر ده 120 كيلو باسكال ذا بريشر ات بوينت اكس. طيب يبقى البريشر عند البوينت اكس كام؟ دي البوينت اكس يا شباب اهي اللي هي اللي عند الايه؟ اللي عند الاتش اوفر 4، هي ديت اسمها بوينت اكس بالراحه، هي مش باينه هنا ايه؟ البوينت اكس. بكل بساطه بالبلدي كده الاول وبعد كده تعالى نشوف. انت اتش اخدت منه ربع اتش، يبقى اللي بقى كده كام؟ تلات ارباع. يبقى البريشر عند الاكس هو التلات ارباع لان كله طوله اتش، اخدت من الاتش اتش على الاربعه يعني اخدت ربع اتش، يبقى اللي بقى ايه؟ تلات ارباع الاتش. فهو بيقول لحضرتك ان الاتش كله ب 120 بس، وانت اخدت منه ربع، يبقى اللي بقى كام؟ اللي بقى ده الضغط عند اللي بقى ده هو الضغط عند مين؟ عند اكس. فتعالى كده فانت تقول لي كده ازاي بقى ال 120 باسكال الاتش ايكوال 120 كيلو باسكال. طيب جميل، يبقى اتش على الفور يعني 120 على الاربعه، يبقى ربع اتش بكام؟
لا ربع اتش كده يعني 30 كيلو باسكال. يبقى الضغط عند الاكس بيساوي ايه؟ بيساوي الاتش ماينس الاتش اوفر 4. الاتش ب 120 كيلو باسكال، اتش اوفر 4 اللي هو 30 كيلو باسكال، يبقى اللي اتبقى كام؟ 90 كيلو باسكال. الله ينور. طيب اللي تحتيها بيقول لحضرتك ايه؟ انا عايز هنا اعطي لك اربع اشكال، وبيطلب من حضرتك هنا ايه؟ ركز جدا فيها، ذا جريتست بريشر يا شباب. لو عايز هو اكبر ضغط فين فين؟ فانت تقول لي بما ان دولت سوليد فيبقى البي ايكوال بيربنديكولار فورس على الاريا. انه اكبر ضغط هنا يا شباب؟ اللي عنده اقل اريا، اللي عنده اقل اريا بالراحة، علشان كده فعلا يعني هو اللي عنده اقل اريا، النيل طبعا المسمار اقل اريا. طب ما الشوكة، الاريا بتاعت الشوكة اكبر، الفورك اكبر. الهيل، لا يا باشا الهيل ما تحسبش الحتة دي، احسب كمان الحتة دي. فيبقى الاريا ديت لو قال لحضرتك، طب لو قال لحضرتك من هنا اقل ضغط، اقل ضغط هيبقى مين؟ بتاع الكار ويل. فهنا طلب اعلى ضغط، فاحنا هنختار اللي هو اقل اريا. في مشاكل لحد كده؟ علشان الريليشن بتوين البريشر والاريا مالهم انفرس بروبوشنال. طيب اللي بعده، نفس الفكرة برضو حلينا عليها كتير. بيقول لحضرتك هنا انت عندك فور ايدنتيكال ميجرنج سلندر كونتينت ليكويد، اتنين منهم الدنسيتي يعني اتنين منهم موتر واتنين منهم برافين. بيقول لحضرتك هنا ايه؟ ركز بقى في نفس الفكرة، انا عايز اقل ضغط المرة دي، اقل ضغط. اقل ضغط يبقى اجيبه له ازاي؟ تقول لي اول حاجة ده بريشر ات بوينت انسايد ليكويد، فيبقى البي عندك رو جي اتش، يبقى انا محتاج اقل دينستي واقل اتش. اقل دينستي يبقى انا ما بصش اصلا على الووتر، الووتر ب 1000 وهنا البرافين ب 800، يبقى انا شغال هنا على البرافين. ايه ال 800؟ يبقى انا الدينستي بتاعت البرافين انا واحد فيهم بقى اللي عنده اقل اتش، انا اللي عنده اقل اتش، يبقى ده 40 وده 60، يبقى انا اختار مين؟ دي طبعا عشان عنده اقل دينستي واقل هايت. جميل. بيقول لحضرتك هنا ايه؟ واحدة واحدة بقى، عندك مانوميتر اهو دياجرام، بيقول لحضرتك انت عندك اكس وواي مانوميتر جاز هنا. بيقول لك وات ذا بريشر اوف جاز سبلاي، هو عايز الضغط بتاع الجاز هنا هيبقى عامل ازاي. فبكل بساطة هنا ضغط الجاز يا شباب هو عبارة عن ايه؟ البي بتاعت الجاز ديت عبارة عن البي اي بلس الرو جي اتش. الرو جي اتش هنا يا باشا اللي هو بكام؟ الاتش هنا بكام؟ الاتش الارتفاع هنا بكام؟ الارتفاع هنا بدل ما انت احنا ناخد عند البوينت اكس ديت ده 9، يبقى ده كمان 9، وانت عندك 9 فوق، يبقى الارتفاع كله 18. 18 بقى فين؟ 18 يا باشا بس بيقول لحضرتك هنا هو ده 18 ابوف اتموسفيريك بريشر، 18 ابوف اتموسفيريك بريشر. يبقى المفروض اللي تبقى هنا ناقص كلمة ابوف الاتموسفيريك بريشر علشان يبقى هو 18 يعني 18 ومعاه اتموسفيريك بريشر. طيب بيقول لحضرتك هنا بكل بساطة هو عاطي لحضرتك 5 بلوكس هاف ذا سيم ماس، كل اللي عند حضرتك الأشكال ديت عندهم نفس الماس. they all rest on the horizontal table، كلهم في وضع ستاتيك يعني. ايه هي الجرافات اللي عند حضرتك اللي هو عطاه لك دي؟ بيقول لك انه منهم يعني الريليشن شيب بتوين البريشر وبتوين الاريا. هو الريليشن يا شباب بما ان دولت سوليد يا شباب، فانت بيبقى عند حضرتك ان البي هنا على طول ايكوال اف على الاي،
فاكيد الريليشن بتوينهم بتوين البي والاريا البريشر والاريا انفرس بروبوشنال. في مشاكل لحد كده؟ لان الفورس ثابته. عرفت منين يا مستر الفورس ثابته؟ لان الماس ثابته، وقال لحضرتك ان هما كلهم نفس الماس، فيبقى الويت ثابت، فيبقى الريليشن بتوين البريشر والاريا انفرس بروبوشنال. انفرس بروبوشنال يعني يدينا الجراف رقم دي. السؤال رقم 21 يا شباب بيقول لحضرتك هنا an engineer designs a dam wall for a reservoir which factor determines the pressure at x. ايه العوامل اللي بتاثر على البوينت اكس؟ اقرا معايا كده. بيقول هل يا ترى بيكون الدبث اوف ذا ووتر؟ طبعا الدبث اوف ذا ووتر. طب هل السيرفيس اريا بتاثر؟ لا لا لا. لينث الريزرفور؟ لا لا ولا لاي اي حاجه. الثيكنس بتاع الدام؟ مستحيل طبعا. فيبقى عند حضرتك هنا الاجابه ايه؟ الاجابه رقم A. حلو. سؤال رقم 22 سهل جدا لكن افكاره جميله. يعني هو بيقول لحضرتك هنا انت في بيلدر، في بيلدر كده حته طوبه كبيره، بيقول لحضرتك او بلوكس